وفما انا شفت الحقيقه حتى في بعض التعليقات يقولوا لي قولوا يا سماح رانا متغشين عليه، وقولوا اليوم كيفاش ينجم يعاون الجمعيه، او هل كانت عنده فرصه باش يعاون الجمعيه وما عاونش. هو طبعا هناك مغالطات كبيره كما راهو في السياسه كما في كره القدم. انا عاونت النادي الافريقي باقصى ما نقدر نعاون في اطار الممكن. انا كنت رئيس حكومه تونسيه، وبغض النظر عن حبي للنادي الافريقي ما نجمش معناها اليوم احنا عاوننا النادي الافريقي، ومهما كان رئيس او كان رئيس عبد السلام اليونسي ولا ما نعرفش شكون، كنا باش نعاونوا النادي الافريقي، نعاون النادي الافريقي. ولكن حملت مغالطات، ولليوم نعاون في النادي الافريقي باللي نقدر، ربما غير كافي وهذاك اش قدرت باش نعاون، انا ما عنديش. ولكن خلال الازمه حاولت بتدخلات في الفيفا في غيرها باش ما تصيرش هكا ست نقاط، حاولنا نلقاو تسهيلات قد ما قدرنا. بقى لاني انا نشري في اللاعبين ولاني نبيع فيهم، لسوء التصرف اللي صار في النادي منذ 10 سنوات، مش يوسف الشاهد مسؤول عليه، لان انا ما ندخلش في التصرف اليومي. ولكن انا قد كي شفت الوضعيه في ازمه حاولت، ولكن برشا تشويه ومغالطات. لو برشا حديث على علاقتك بعبد السلام اليونسي الرئيس. عبد السلام اليونسي شفته 3 مرات في حياتي انا. فقط. 3 مرات، مره جاء وقتها كرينا الطياره العسكريه للنادي الافريقي، ومره معناها وقتها لميت القدماء وهو رئيس جمعيه، هو رئيس جمعيه، ويكون مره اخرى في ما عنديش انا علاقه، ومهما كان حتى كان جاء اسمه نامبورت كي، انا كنت نعاون في النادي. ومعناها قمت بدوري، ولليوم انا لليوم بنحاول نعاون الفريق الجديد معناها اللي خذاه واقف معاه، ونحاول ندعم، يمكن كما قلت غير كافي ومطالب بمجهودات اكثر، اما هذا باش يقولوا حملوني انا مسؤوليه سوء التصرف اللي صارت في نادي فريق، دخلني انا؟ انا معناها انا البادره اللي قمت بها الصيف اللي فات شنو هي؟ من منطلق اني عندي معطيات، بحكم اني اشرافي على كان عندي معطيات معناها ليدات نتاع الفيفا وليدات نتاع الكلوب ونتاع الليتيج، فلميت مجموعه من الشخصيات وعرضت عليهم لهذا، قلت لهم ها وضع النادي الافريقي فقط، ومن الاول اعلنت اني غير مرشح. فمش واحد ما يحلمش بتراس النادي الافريقي، يكذب عليك، الناس كل تحلم بتراس النادي الافريقي. وانا قلت خذيت وعد، قلت ما نخلطش ما بين السياسي والرياضي، لانه اللي يهلك النادي الافريقي هو الخلط. فقلت نقعد ندعم التالي، وعمري ما فكرت باش ندخل ولو كانت لي ربما فرصه متاحه، ولكن احترمت هذا. وانه فما شكون اقترحها عليك وقتها صحيح بانه في الهيئه المديره كان شير؟ طبعا. ولكن انا قلت ما ينجمش الخلط هو اللي هلك النادي. شنو هو؟ تم استعمال النادي لغايات سياسويه، انا ما نحبش نكون هكا. وهما يوظفوا يحبوا يقولوا لي انا نستعمل في وين استعملت وانا النادي الافريقي، فاش استعملت؟ حتى العلاقات اللي عندي علاقات قديمه تسبق السياسه وتسبق كما قلت من الفيراج، والكل نعرفهم معناها واصدقاء من قبل. دونك هذه كيف كيف نشوف انا في تعليقات يوسف الشاهد يقولوا لي جمدت فلوس سليم الرياحي، ايش دخلني انا في تجميد؟ يدير القضاء جمد له فلوس سليم الرياحي، ما عنديش دخل انا في هذا. وهو يعرف هذا، وجاء وقال ويعرف قضيه قديمه من وقت منصف مرزوقي ولا حاجه كيما هناك. معناها الربط هذا السهل ما بين كل مسؤول نحملوه مسؤوليه. مش انا انتخبت عبد السلام اليونسي، انا ما انتخبتش، ما حضرتش في الانتخابات اللي صارت وقت طلع عبد السلام اليونسي. دونك معناها اليوم في اطار الحمله هذه السياسه والرياضه، وانا جو سوي بور لا سيباراسيون. اليوم منظومه الجمعيتيه نتاع تون في تونس، وهذا الرابور دو لاكور دي كونت قالوا يجب نفصلوا ما بين السياسه والعمل الجمعياتي والعمل التلفزي، كلها داخله بعضها الامور.